بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، عليه أفضل الصلوات وتم التسليم. السلام عليكم، مرحبا يا أخوان، الله يعطيكم الصحة والعافية. اليوم حتكلم عن بعض المعلومات لهواة الكراولر. طبعا زي ما أنتم عارفين هذا طبعا أكسل CX10 2. فالحقيقة أنا عندي موديلين كنت عرضتهم للبيع، فواحد إن شاء الله في الطريق للبيع، ثاني مرة لأنه المرة الأولى انباع، فراعي اللي اشترى يحسب موديل حق سرعة، فركب بطاريات كبيرة ويعني تقريبا فور سيل أو أكثر. فمع الاستخدام الاسبار اللي هو طبعا عفوا الاسبار حق الموديل اللي هو طبعا الثاني اللي هو اكسل ريث سبون انعدم، اللي هو هذا زي ما انتم شايفين التلف اللي صار فيه، لانه يعني استخدمه على اساس انه موديل سرعه لكنه ما هو موديل سرعه. فالمهم انه رجعوا ثاني ويعني باذن الله حينباع ثاني مره. ففكيت الاسبار اللي موجود في الموديل هذا لانه نفسه، فكيته وركبته في الموديل اللي هو اكسل ريث سبون، وان شاء الله بالتوفيق لو يعني اقتنى احد باذن الله. المهم فيعني اتصرفت طبعا زي ما انتم شايفين الان هذا الاسبار حق طبعا السلاش، زي ما انتم شايفين هذا اسبار السلاش، ان شاء الله تكون واضح الصوره. فهو نفس نفس مود السن اعتقد B32، فركبته عليه وباللصق يعني ضبط معي الحمد لله واشتغل. لكن ان شاء الله ناوي طبعا اخذ الاسبار حق نفس الموديل في انواع كمان معدن، يعني يمكن يكون لها دور في اداء يكون يعني افضل طبعا. بس حبيت أن أوضح لكم النقطة هذه. طبعا هذا الإسبار اللي عليها الآن حق السلاش، وزي ما انتم شايفين شغال ما في أي مشكلة، ولكن إن شاء الله يعني بغيره. يعني الموديل رجع لي ثاني والحمد لله طبعا. لكن من جد في موديل يعني أغراني ممكن أشتريه أو أنه أوضحه لإخواننا محبين الكراولر. زي ما انتم شايفين الموديل هذا من MST اللي هو طبعا CFXW، روعة الموديل هذا، روعة يا اخوان، كل شيء جاي فيه في النص. استعرض لكم الموديل هذا، كل شيء جاي فيه في النص، الماكينة طبعا كمقارنة بين اكسل وتريكسس TRX4 ومقارنة بالسعر، يعني بالأمانة هذا سعره في حدود $400، الRTR منه في حدود $400، روعة وفي كل المواصفات الموجودة في اللي أحسن منها، في أحسن من الموجودة في الأكسل، وفي وجهة نظري كمان أحسن من الموجودة في تريكسس TRX4. روعة MST، روعة روعة. كل الأجزاء، كل الإلكترونيات موجودة في النص بالضبط، كل الإلكترونيات، لا تريكسس ولا أكسل موجودة الإلكترونيات حقه كلها سنتر. فروعة الموديل كول، والإضافات الموجودة معاه للتطوير أو للتعديل، البدي، التروس الموجودة في الهوبات حوالين الموديل، الكفرات الأربعة، يعني زي اللي موجود في تريكسس، ويعني وفي حدود $400، أرخص من تريكسس وأرخص من أكسل. روعة روعة الموديل ومميز. وطبعا MST شركة متخصصة في موديلات الدريفت، وانتوا حستعرض لكم الموديل تشوفوا ماتيريال المواد المستخدم منه، رساوة الموديل، ثباته، السيرفو موجود تحت في الديفرنس، فوق الديفرنس،
يعني فمخلي الحركة الموديل مرتاح، روعة روعة الموديل. بشكل عام كمان أوضح لكم نقطة على موضوع المساعدات، حتى لو بتركب مساعدات كبيرة طبعا يعني روعة في مرونة الموديل، لكن البدي أهم حاجة. البدي هذه النقطة اللي يعني الواحد ما انتبه لها إلا في الأخير. البدي لازم يكون نازل، لازم يكون نازل على الموديل يعني إلى حد معين، عشان طبعا ما يصير في احتكاك بين الكفرات وبين الرفرف الرفارف حقت الموديل. فيعني الى حد معين لا تخلي البدي عالي جدا. لما يكون عالي البدي مع اداء الموديل حيسبب ثقل ويميل وينقلب عليك الموديل، لكن خلي البدي نازل حتلقى اداء الموديل جميل. وحتى لو ركبت له مساعدات كينج شوك طويله، هذه اعتقد 110 ملي، فيعني لو حتى لو ركبت مساعدات كبيرة، لكن نخلي البدي نازل يساعد كثير في أداء الموديل بشكل رائع. ودحين استعرض لكم ام ستي البطل هذا، يعني روعة وأنيق جدا. الغلاف مو ناقصه شيء غير تأخذ له إضاءة، وإذا حبيت تعمل له اللي هو خلفية داخلية القزاز زي ما انت شايفين، القزاز شفاف جدا، فحبيت تعمل له كنب ومجسم او شيء زي كذا، فمو ناقصه اي شيء. يعني تبغى كفرات ألمنيوم تغير له نوعية كفرات، يعني هذا برضو الامر لك، لكن هو بالشكل الحالي هذا روعة روعة روعة. واستعرض لكم الموديل دحين معي. هذا الموديل استعرض لكم هو زي ما شايفين يا اخوان، ان شاء الله تكون الصورة واضحة. زي ما انت شايفين طبعا مدعوم بجير بوكس، هذه طبعا ميزة موجودة افضل من اكسل. تريكسس فيها جير بوكس في الموديل اللي هو تي ار اكس 4، لكن زي ما انت شايفين يا اخوان طبعا مدعوم بجير بوكس كبير، فهذا يعطيك اداء حركي روعة وما يعمل لك انزلاق في الموديل وانت نازل من طلعات. زي ما انت شايفين كل شيء في النص، الماكينة في النص، الجير بوكس في النص، الجزء اللي بيوزع الحركة بين الدرايف شيفت الأمامي والخلفي زي ما شايفين في النص سنتر، البطارية سنتر، السبيد سنتر، الريسيفر سنتر. روعة روعة الموديل زي ما شايفين، all electronic center in the model. روعة الموديل روعة، وسعره كمان روعة في حدود 400 دولار. أنيق جدا جدا زي ما انتم شايفين الموديل يا أخوان. وهذا كمان رقم، على ما أعتقد رقم الموديل زي ما انتم شايفين رقم الموديل. فموديل روعة مو محتاج أي إضافة، مو محتاج أي شيء ممكن تضيفه عليه، هو موديل يعني جاهز بالكامل. مساعداته حلوة ما يحتاج تغييرها، كل شيء أنيق في الموديل حقيقة. طبعا هذا من موقع www.aman في حدود 400 دولار. very nice very nice زي ما انت شايفين. فهذا طبعا من MST، شركة مبدعة. وأكمل لكم أجزاء الموديل زي ما انت شايفين، الصورة واضحة جدا روعة. زي ما انت شايفين الماكينة في النص، و بعض التاتشات الموجودة على نفس الصدام زي ما وضحت لكم، في تروس في نفس الهوبات، كل ترس كل هوب في 4 تروس. طبعا مهمتها توزيع الباور او توزيع العزم على الكفرات الأربعة، وكمان تورك، إضافة تورك يعني على الموديل زي ما تشايفين. طبعا العمود هذا يمتد من هنا، وبعد كذا في تروس بتنقل لك الحركة أسفل الامتداد، هذا امتداد اللي انتم شايفينه اللي تحت الهوب. فطبعا هذا في تروس داخلية بتساعد على أداء الموديل بشكل ممتاز جدا. زي ما تشايفين السوير بار حق الموديل كبير وأنيق، المساعدات روعة الحقيقة، موديل روعة روعة، مو محتاج إضافة أي شيء عليه بالأمانة. يعني بس مجرد لو حبيت تضيف إضاءة، في نوعية إضاءة ممتازة من موقع إيمان خاصة بهذا الموديل.
ممكن الصورة هنا بهذا الشكل يعني توضح لكم أكثر. زي ما انتم شايفين طبعا الهوبات فيها 4 رؤوس، كل هوب في 4 رؤوس لطبعا توزيع العزم وزيادة التورك في الموديل، فموديل روعة. وبعدين الأعمدة الموجودة كاملة، يعني كلها الأمامي والخلفي، الدفرنسات ممسوكة ب4 أعمدة زي ما انتم شايفين، 4 أعمدة بعكس طبعا S16 زي ما انتم شايفين هنا بيكون 3 فقط. أكسل أعتقد تريكسس موجودة فيها، لكن يعني هنا 4 وهنا 3 موجودة، فهذه يعني بتأثر. وكمان السيرفو اللي هو موجود فوق برضو بيأثر، لو كان على نفس الديفرنس هذه طبعا السيرفو على نفس الديفرنس، فحركة الموديل مرنة جدا وروعة. زي ما تشوفوا هذه التروس الموجودة في الهوبات اللي طبعا بتوزع العزم وبتزيد التورك في أداء الموديل. طبعا هذا من موقع MST نفسه زي ما تشايفين. كمان يا اخوان الميزة كمان في السيرفو انه من سافوكس، السيرفو حق الموديل من سافوكس، وهذه كمان ميزة، سيرفو ممتاز على الموديل اللي هو شايفينه الآن. زي ما انتم شايفين الموديل بصورة أفضل من موقع MST 4x4 Off-Road. زي ما انتم شايفين الموديل روعة روعة وأنيق جدا جدا، وباين من ماتريال المواد المستخدمة في الموديل إنها ممتازة جدا. CFX W هذا طبعا الكت منه، كمان في من الموديل كت زي ما شايفين، هذا الكت في منه كت و RTR. روعة روعة، ما في اختلافات كبيرة جدا بين الكت والRTR، لكن يعني بتحلك مجال لعملية التطوير، وأكيد في اختلافات بسيطة في بعض الأجزاء، لكن طبعا هذه امتيازات الكت عن الRTR. لكن عندك الRTR جاهز بالكامل، مو محتاج اي شيء. زي ما تشايفين هذا البيرنج حق الموديل، بيرنج عدد مهول من البيرنج. روعة الموديل روعة، ومصمم بشكل ممتاز جدا. يعني الحقيقة موديل مميز، وبالتوفيق لكل هاوي الكراولر. زي ما تشوفين زي ما تشوفوا هذا جيربوكس الموديل، شايفين التروس اللي عليه، هذا الجيربوكس حق الموديل، شايفين التروس الموجودة 4 في كل هوبات غير الجيربوكس. زي ما تشوفين المعادن اللي منها الموديل ممتازة، روعة جدا روعة جدا جدا. هذه نقطة مهمة جدا يا اخوان، خلوا بالكم منها. يعني اي موديل تبى تقتنيه، زي ما انتم شايفين هذا الموديل اللي هو MST CFX W، اي موديل تبغى تقتنيه استعرض الموديل في المواقع وشوف الأجزاء الداخلية من الموديل، حتى لو كان RTR تقدر تحكم على الموديل بشكل زي ما انتم شايفين القطعة الداخلية الموجودة في الجير بوكس وبعض الأجزاء الموجودة زي ما انتم شايفين كيف، فتقدر تعرف يكون عندك تصور عن الموديل من غير ما تفكه، يعني كأنك انت اخذت الموديل وفكيته وحولته الى كيت واستعرضت كل الاجزاء، لانه بالامانه اللي بيركبوا موديلات الكيت بيقدروا يحكموا على جوده الموديل اكثر. لكن الار تي ار انت يعني ما فكيته وما تدري ايش موجود داخل الموديل، فاستعرض زي ما انت شايفين، زي ما انت شايفين استعراض الموديل، استعرض الموديل وحتفهم ايش الاجزاء الموجوده منه، ويعني يكون عندك فكره وتصور عن جوده الموديل. الله يعطيكم العافيه. هذه من مميزات كمان الموديل، زي ما تشوفوا يا اخوان هذا الجير بوكس حق الموديل، وهذا كمان اللي هو موجود في الدرايف شيفت، هذا الجير بوكس، هذا زي ما انتم شايفينه جير بوكس كبير وداخله تروس معدنيه بالكامل.
طبعا، وهذا الجزء اللي بينقل الحركة وبيساعد على نقل الحركة من درايف شيفت للخلف والأمام إلى زي ما انتم شايفين العمود هذا المربوط فيه، اللي هو طبعا بينقل الحركة من المحور هذا للجير بوكس الكبير الموجود. فموديل جاهز بالكامل وفي حدود $400. انت الموديل هذا لو حبيت تركب له جير بوكس، الجير بوكس زي ما انتم شايفين الجير بوكس سيمبل، فيري سيمبل جير بوكس، لكن هنا بيج جير بوكس، الجير بوكس حقه كبير، فبيختلف الاداء كثير يا اخوان. لما تجرب اداء الموديل هذا بالوضع الحالي يبدا ينزل معاك الموديل، يعني الدحرج ما بيعطيك الاداء اللي انت تتوقعه من موديل كراولر بالكامل، لكن مع موديل في جير بوكس حتشوف اداء الموديل مختلف. الجير بوكس بيعطيك تورك للموديل، بيساعد على توزيع العزم، على زياده العزم. زي ما انتم شايفين كمان الماكينة اللي راكبة عليه 35 تي، طبعا تي تورك، انت عارفين يعني بالذات النوعية هذه بيكون تي تورك، لانه المهمة التورك فيه مو مهمة السبيد. ممكن تركبه ما لو حبيته يعني افضل وافضل، ممكن مامبا اكس كراولر من كاستل لو حبيته تركبه عليه، لكن انا اشوف انه تي 35 ممتاز جدا جدا يعني. واللي بيركب مثلا في انواع يبحث عنها في المواقع تي 50، يعني ما في داعي ترفع التكلفة لكاستل مامبا اكس كراولر، لكن اذا حبيت فيعني هو التوب بالحقيقة مامبا اكس كراولر، يعني روعة روعة. في من هابوينج ممكن تركب نوعية اللي هي في 10 من هابوينج، لكن يعني ما في داعي لزيادة المصاريف بهذا الشكل. يعني بالأمان الموديل جاهز بالكامل، زي ما انتم شايفين مكان البطارية في النص، زي موديل زي بعض الموديلات يعني، حتى تريكسس وكمان اكسل في بعض الموديلات يعني مدعومة ببعض الأمور، لكن زي ما انتم شايفين هذا الموديل كل شيء في المنتصف، فهذا بيساعد على وزن الموديل بشكل ممتاز وأداء الموديل يكون منطقي وواقعي أكثر، زي ما بتستخدم سيارة حقيقية يعني. فيعني هذا طبعا موديل MST CFX W RTR، بس حبيت أني أعطيكم فكرة عن الموديل هذا لمحبين الكراولر. وبالتوفيق يا اخوان، هواية الكراولر محتاجة الى شخصية تكون يعني صبورة جدا، اللي هون صيد السمك الوقت يعني، سبحان الله الشخصية الصبورة جدا ممكن يعني تهتم بموديل الكراولر اكثر. فيعني بالتوفيق لكل واحد بيقتني موديل ممتاز، اتمنى لكم التوفيق جميعا، اخوكم ياسر بجهمو.